السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإننا نحمد الله سبحانه وتعالى أن وفقنا لعقد مجالس العلم، ونسأل الله سبحانه وتعالى للجميع التوفيق والتسليم. نسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح. أيها الإخوان، لا يخفى على الجميع أن تعلم العلم وتعليمه من أفضل القربات وأجل الطاعات، والله سبحانه وتعالى نوه بشأن العلم والعلماء ورفع قدر أهل العلم. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، لا يستوي العالم والجاهل. قال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وأمر الله نبيه عليه الصلاة والسلام أن يسأله الزيادة من العلم، فقال: وقل رب زدني علما. ولم يأمره أن يسأله الزيادة من المال أو من المنصب والجاه. والله تعالى قارن شهادة أهل العلم بشهادته وشهادة ملائكته على أعظم، على أجل مشهود به، وهو الشهادة لله تعالى بالوحدانية. فقال سبحانه: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وطالب العلم إذا أخلص نيته وصل بعلمه وجه الله والدار الآخرة، يكون ذهابه وإيابه إلى حضور مجالس العلم طريق إلى الجنة. قال عليه الصلاة والسلام: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ومن تعلم العلم وتبصر وتفقه في شريعة الله فإن هذا من علامة إرادة الله الخير لعبده، من علامة إرادة الله العبد الخير أن يوفقه لطلب العلم وللتبصر والتفقه في شريعة الله، كما ثبت في الصحيحين من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال العلماء: هذا الحديث له منطوق وله مفهوم. فمنطوقه أن من فقهه الله في الدين فقد أراد به خيرا، ومفهومه أن من لم يفقهه الله في الدين لم يرد به خيرا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وما ذاك إلا لأن طالب العلم يتفقه في شريعة الله، يتفقه في أسماء الله وصفاته. أعظم الفقه الفقه في أسماء الله وصفاته. ثم الفقه في العبادة حتى يعبد الإنسان ربه على بصيرة. فالواجب على طالب العلم أن يكون عنده نية حسنة، نية خالصة، لأن يكون طلبه العلم يقصد به وجه الله والدار الآخرة. لأن طلب العلم يفضل القربات وأجل الطاعات، والعبادة لا بد لها من شرطين أو من ركنين أساسيين لا تصح إلا بها. الركن الأول أن يكون العمل خالصا لله، تكون العبادة لله ورد بها وجه الله والدار الآخرة. والأمر الثاني أن تكون موافقة لشرع الله وصوابا على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك في عبادة ربه أحد. وقال سبحانه: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى.
الأعمال بالنيات. فإذا نويت بعلمك وجه الله والدار الآخرة فلك هذه النية، كان عملك لله، وإن نويت غير ذلك فلك ما نويت. قيل للإمام أحمد رحمه الله: كيف ينوي طالب العلم؟ قال: ينوي رفع الجهل عن نفسه ورفع الجهل عن غيره. فالإنسان إذا تعلم العلم رفع الجهل عن نفسه ثم رفع الجهل عن غيره، لأن الإنسان الأصل في الإنسان أنه لا يعلم. قال الله تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. والعلم ثلاثة أقسام، العلم ثلاثة أقسام. القسم الأول العلم بأسماء الله، بأسماء الله وصفاته وأفعاله، يعلم ما لله من الأسماء والصفات والأفعال حتى يعرف معبوده الذي يعبده. فتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات وسيلة لعبادة المعبود، لأن الإنسان أولا لا بد أن يعرف ربه ومعبوده الذي يعبده. نعرف الله بأسمائه وصفاته وأفعاله، ثم بعد ذلك نعبده بالعبادات التي نتقرب إليه بها. والعبادة، ثم القسم الثاني العبادة. القسم الأول العلم بأوصاف الله وأسمائه وأفعاله، والقسم الثاني العلم بالعبادة التي نعبد الله بها وهي الأوامر والنواهي. العلم بالأمر والنهي. العبادة هي فعل الأوامر وترك النواهي، والأوامر تنقسم إلى قسمين: أمر إيجاب كقوله تعالى: وأقيم الصلاة، وأمر استحباب كقوله عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. يعني إذا أمرتهم أمر إيجاب، ولكن أمر استحباب. والنواهي قسمان: نهي تحريم كقوله تعالى: ولا تقربوا الزنا، ونهي تنزيه كنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الحديث بعد صلاة العشاء، كان أكره النوم قبلها والحديث بعدها. هذه العبادة، العبادة أمر ونهي، تفعل الأوامر وتجتنب النواهي، محبة لله وتعظيما وإجلالا وخوفا ورجاء، تعبده بالأوامر والنواهي، فعل الأوامر وتجتنب النواهي. هذا القسم الثاني من العلم. القسم الأول أن تعرف المعبود، ثم القسم الثاني أن تعلم العبادة التي تتعبد بها للمعبود، تعلم الأوامر والنواهي. والقسم الثالث من العلم تعلم الجزاء الذي يكون في يوم القيامة، جزاء المؤمنين، ما أعد الله للمؤمنين في الآخرة من دار كرامته وجنته، وما أعد للكفار من دار عذابه، دار العذاب والشقاء. وقبل ذلك تعرف أحكام، تعلم البعث والجزاء والحساب والنشور والحوض والميزان والصراط، ثم الاستقرار في الجنة وفي النار. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: والعلم أقسام ثلاث ما لها من رابع والحق ذو تبيان: علم بأوصاف الإله وفعله، وكذلك الأسماء للرحمن، هذا القسم الأول، والأمر والنهي الذي هو دينه، هذا القسم الثاني، وجزاؤه يوم الوعد، ثلاث أقسام. والعلم أقسام ثلاث ما لها من رابع والحق ذو تبيان: علم بأوصاف الإله وفعله، وكذلك الأسماء للرحمن، والأمر والنهي الذي هو دينه، وجزاؤه يوم الوعد الثاني. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح. نسأله سبحانه أن يرزقنا الإخلاص في العمل والصدق في القول، ثم على طالب العلم مع الإخلاص أن يتأدب بالآداب، بآداب طالب العلم، بأن يحترم زملائه وإخوانه ويؤثرهم على نفسه، ويصغي لسماع الدرس، ويحذر من التشاغل مع الكلام مع زميله، أو بالتشاغل بالكلام بالجوال أو غير ذلك من الكلام،
ويسجل الفوائد حتى لا تفوت عليه. وفق الله جميع لطاعته وثبت الله جميع هداه، وصلى الله على محمد وآله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، قال الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وهكذا تفاضلهم في خوف ما يخافونه وتفاضلهم في الخضوع والذل بما يذلون له ويخضعون، وكذلك تفاضلهم فيما يعرفونه من المعروفات ويصدقون به ويقرون به، وإن كانوا يتفاضلون في معرفة الملائكة وصفاتهم والتصديق بهم، فتفاضلهم في معرفة الله وصفاته والتصديق به أعظم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فالمؤلف رحمه الله في هذا الفصل عقده ببيان التفاضل في الإيمان بدخول الزيادة والنقص فيه، وأنه يكون من وجوه متعددة، كما سبق في أول فصل المؤلف عقد هذا الفصل لبيان التفاضل في الإيمان بدخول الزيادة والنقص فيه، وأنه يكون من وجوه متعددة. سبق ذكر المؤلف الوجه الأول: الأعمال الظاهرة، فإن الناس يتفاضلون فيها وتزيد وتنقص. الأعمال الظاهرة من الصلاة والصيام وزكاة وحج. الوجه الثاني في زيادة الإيمان ونقصه: زيادة أعمال القلوب ونقصها، أعمال القلوب من المحبة والخوف والرجاء والتوكل والإنابة إلى غير ذلك من أعمال القلوب. يزيد الإيمان وينقص بحسب أعمال القلوب، فالقلب الذي فيه خوف الله ورجاء ومحبة، كلما زادت هذه الأعمال أعمال القلوب زاد الإيمان، وإذا نقصت نقص. كما أن الإيمان يزيد بالأعمال الظاهرة من الصلاة والصيام والزكاة والحج وتلاوة القرآن، الوجه الثالث أن نفس التصديق والعلم في القلب يتفاضل باعتبار الإجمالي والتفصيل، فنفس التصديق والعلم، نفس العلم يتفاضل ونفس التصديق يتفاضل. فالتصديق الذي في قلب أبي بكر والعلم الذي في قلب أبي بكر أقوى من التصديق والعلم الذي في قلب غيره، فنفس التصديق ونفس العلم الذي يكون في القلب يتفاضل باعتبار الإجمال والتفصيل. الوجه الرابع أن نفس العلم والتصديق يتفاضل ويتفاوت كما تتفاضل سائر الصفات الحي، كما أن الناس يتفاضلون في الصفات القدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام، كما أنهم يتفاضلون في هذه الصفات، فنفس العلم والتصديق يتفاضل ويتفاوت في القلوب. الوجه الخامس أن التفاضل يحصل في هذه الأمور من جهة الأسباب المقتضية لها، من جهة الأسباب المقتضية لها، فمن كان مستند تصديقه أدلة توجب اليقين قوي تصديقه، ومن كان مستند تصديقه أدلة توجب الشك صار تصديقه فيه شك، وهكذا. الوجه السادس أن التفاضل يحصل في هذه الأمور من جهة دوام ذلك وثباته وذكره واستحضاره، فهذه الأمور التي تكون في القلب تختلف وتتفاوت بتفاوت دوامها وثبوتها وذكرها واستحضارها. فالعلم والتصديق والحب والتعظيم الذي يكون في القلب يذكره الإنسان ويستحضره، إذا كان يستحضر الإنسان هذا العلم وهذا التصديق ولم يكن عنده غفلة قوي التصديق، وإن كان عنده غفلة وإعراض ضعف التصديق، وهكذا.
مثل ذلك تفاوت الناس، كما تفاوت الناس في حب الله فهم يتفاوتون ما بين أفضل الخلق محمد وإبراهيم عليهم الصلاة والسلام إلى أدنى الناس درجة، مثل من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، كم بينهما من التفاوت؟ أفضل الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، ثم يليه جده إبراهيم، هؤلاء أعظم الناس إيمانا وعلما وتصديقا، وأقل الناس إيمانا وتصديقا من لم يكن في قلبه إلا مقدار مثقال ذرة من إيمان، هؤلاء أقل الناس تصديقا وإيمانا، ومحمد صلى الله عليه وسلم أعظم الناس تصديقا وإيمانا، وبينهما تفاوت عظيم لا يحصيه إلا الله. وهذا فيه الرد على المرجعة الذين يقولون إن الناس لا يتفاوتون، وإن إيمان أهل السماء وأهل الأرض سواء، وإيمان أصدق الناس وأعبد الناس سواء، هذا من أفضل البعض. قال المؤلف رحمه الله: وهكذا تفاضلهم في خوف ما يخافون، وتفاضلهم في الذل والخضوع لما يذلون له ويخضعون. لا شك أن الناس يتفاضلون في الخوف، في خوف ما يخافون، تفاضلهم في خوف الله عز وجل، فمن كان بالله أعرف كان منه أخوف، فخوف الأنبياء والمرسلين أعظم من خوف سائر الناس، وخوف العلماء أعظم من خوف سائر الناس. ولهذا قال الله تعالى في الكتاب العظيم: إنما يخشى الله من عباده العلماء، والخشية هي خوف مع علم، إنما يخشى الله من عباده العلماء، المعنى إنما يخشى الله بالخشية التامة، وإلا فكل مؤمن عنده أصل الخوف والخشية، من لم يخشى الله فهو كافر، الكافر ليس عنده شيء من خشية الله ولا من خوف، والمؤمن ولو كان فاسقا ولو كان عاصيا عنده أصل الخوف، ولهذا اتقى الشرك فلم يقع في الشرك، فصار عنده أصل الخوف، لكن هذا الخوف تضعف المعاصي والبدع. فالمؤمن المؤدي للواجبات المنتهي عن المحرمات خوفه أكمل، لأنه خاف الله فاتقى البدع والمعاصي، والفاسق والعاصي عنده أصل الخوف فاتقى الشرك ولم يتق البدع والعاصي والمعاصي فنقص خوفه. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وهكذا تفاضلهم في خوف ما يخافونه، وتفاضلهم في الذل والخضوع لما يذلون له ويخضعون، وكذلك تفاضلهم فيما يعرفون من المعروفات. صحيح، المعرفة تختلف، فالإنسان يعرف هذا الشيء ويعرف آخر ويعرف آخر، ولكن تفاضلهم في المعرفة. وكذلك في تصديقهم فيما يصدقون به ويقرون به. قال: فإن كانوا يتفاضلون في معرفة الملائكة وصفاتهم والتصديق بهم، فتفاضلهم في معرفة الله وصفاته والتصديق به أعظم. يعني إذا كانوا الناس يتفاضلون في معرفة الملائكة وفي صفاتهم والتصديق بهم، فالمؤمن الذي يعرف الملائكة ويعرف صفاتهم، بلغ أن جبريل له 600 جناح، كل جناح حمل ما بين السماء والأرض، ليست معرفته مثل معرفة شخص لا يعرف إلا أنه جبريل، إلا أنه ملك فقط. وكذلك ما جاء في الحديث: أذن لي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش ما بين عاتقه وشحمة أذنه مسيرة 30 عاما. فالذي يعرف هذا الوصف يكون عنده معرفة بهذا الملك، ليست كالمعرفة الذي لا يعرف الملك إلا إجمالا. وإذا كان هذا التفاضل في معرفة الملائكة، فالتفاضل في معرفة الله وفي معرفة صفاته وفي التصديق به أعظم وأعظم. نعم. وكذلك إن كانوا يتفاضلون في معرفة روح الإنسان وصفاتها والتصديق بها، أو في معرفة الجن وصفاتهم وفي التصديق بهم، أو في معرفة ما في الآخرة من النعيم والعذاب كما أخبروا به من المأكولات والمشروبات والملبوسات والمنكوحات والمسكونات، فتفاضلهم في معرفة الله وصفاته
والتصديق بذلك أعظم من تفاضلهم في معرفة الروح، في معرفة الروح التي هي النفس الناطقة، ومعرفة ما في الآخرة من النعيم والعذاب، بل إن كانوا متفاضلين في معرفة أبدانهم وصفاتها وصحتها ومرضها وما يتبع ذلك، فتفاضلهم في معرفة الله تبارك وتعالى أعظم وأعظم، فإن كل ما يعلم ويقال يدخل في معرفة الله تعالى، إذ لا موجود إلا وهو خلقه، وكل ما في المخلوقات من الصفات والأسماء والأقدار والأفعال فإنها شواهد ودلائل على ما لله سبحانه وتعالى من الأسماء، من الأسماء الحسنى والصفات العلى، إذ كل كمال في المخلوقات فمن أثر كماله، من أثر والله فمن أثر كماله، وكل كمال ثبت لمخلوق فالخالق أحق به، وكل نقص تنزه عنه مخلوق فالخالق أحق بتنزيهه منه، وهذا على طريق منه ولا عنه؟ سمى الشيخ عندك تنزيه عنه أو منه؟ منه، منه النسخة الثانية عنه، نعم. عنها أحسن، تنزه عن كذا. نعم الله أكبر. فالخالق أحق بتنزيهه عنه، وهذا على طريق كل طائفة واصطلاحها، فهذا يقول كمال المعلول من كمال علته، وهذا يقول كمال المصنوع المخلوق من كمال صانعه وخالقه. نعم، المؤلف رحمه الله يبين ويقرر أن التفاضل في جميع الأشياء موجود، وهو بذلك يرد على المرجئة الذين يقولون إن الناس لا يتفاضلون في الإيمان الذي في القلوب، يقول هذا قول باطل، بل إن التفاضل في كل شيء، تفاضل في العلم الذي في القلوب والإيمان الذي في القلوب، والتفاضل في الخوف، والتفاضل في المعروفات، والتفاضل في معرفة الملائكة، وكذلك التفاضل في معرفة روح الإنسان وصفاتها، يتفاضل الناس في ذلك، وكذلك التفاضل في معرفة الجن وصفاتهم وفي التصديق بهم، وكذلك التفاضل في معرفة ما في الآخرة من النعيم والعذاب. ليس من يعلم كمن لا يعلم، الذي طالب العلم الذي قرأ النصوص وعرف ما في الآخرة من ما عد الله المؤمن من النعيم وما عد الله من العذاب، ليس كالعامي الذي لا يعرف ذلك إلا إجماله، فالمعرفة تختلف تتفاوت. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وكذلك إن كانوا يتفاضلون في معرفة روح الإنسان وصفاته والتصديق بها، أو في معرفة الجن وصفاتهم، أو في معرفة الجن وصفاتهم وفي التصديق بهم، أو في معرفة ما في الآخرة من النعيم والعذاب كما أخبر بهم من المأكولات والمشروبات والملبوسات والمنكوحات والمسكنات، فتفاضلهم في معرفة الله وصفاته والتصديق به أعظم من تفاضلهم في معرفة الروح. يعني إذا كان الناس يتفاضلون في معرفة الروح وصفاتها، ويتفاضلون في معرفة الجن وصفاتهم، ويتفاضلون في معرفة ما في الآخرة من النعيم والعذاب، فتفاضلهم في معرفة الله وصفاته والتصديق به أعظم، أعظم من تفاضلهم في معرفة الروح. يعني خلافا للمرجئة الذين يقولون إن الناس لا يتفاضلون في معرفة الله، المرجئة يقولون معرفة الله واحدة في القلوب، وإيمان الناس واحد، إيمان أهل السماء وأهل الأرض واحد، كما قال الطحاوي في بث الطحاوية: والإيمان تصديق وقول، ثم قال: وإيمان أهل السماء وأهل الأرض واحد. هذا غلط، ليس إيمان أهل السماء وأهل الأرض واحد، بل الإيمان الناس يتفاوتون في الإيمان وفي التصديق وفي كل شيء، كل شيء في تفاوت، أعظم من تفاوت في معرفة الروح التي هي النفس الناطقة، ومعرفة ما في الآخرة من النعيم والعذاب. المؤلف يقولون إن الناس يتفاوتون في
معرفة أبدانهم وصفاتها وصحتها ومرضها، بل إن كانوا متفاضلين في معرفة أبدانهم وصفاتها وصحتها ومرضها وما يتبع ذلك، فتفاضلهم في معرفة الله أعظم بعض. يعني إذا كان الناس يتفاضلون في معرفة الأبدان، معرفة صفات الأبدان، معرفة صحة الأبدان، معرفة مرضها، تفاوتهم في معرفة الله أعظم وأعظم. بيان ذلك يقول فإن كل ما يعلم ويقال يدخل في معرفة الله، كل ما يعلم ويقال يدخل في معرفة الله، إذ لا موجود إلا وهو خالق، فأني والله خالق. وكل ما في المخلوقات من الصفات والأسماء والأقدار والأفعال فإنها شواهد ودلائل على ما لله سبحانه من الأسماء الحسنى والصفات العلى. وبهذا يعلم أن الناس يتفاضلون في معرفة الله، لأن كل ما يعلم ويقال يدخل في معرفة الله. هذه الموجودات الله خلقها، وما في المخلوقات من الأسماء والصفات والأقدار والأفعال شواهد ودلائل على ما لله سبحانه من الأسماء الحسنى والصفات العلى، وبذلك يتفاوت الناس. فإذا تفاوت الناس في معرفة المخلوقات من الأسماء والصفات والأقدار والأفعال تفاوت في معرفة الله، لأن هذه المخلوقات شواهد ودلائل على قدرة الله على ما الله من الأسماء الحسنى. وذلك يقول المؤلف بكل كمال في المخلوقات فمن أثر كماله، كل كمال في المخلوقات فمن أثر كماله، وكل كمال ثبت للمخلوق فالخالق أحق به، وكل نقص تنزه عنه المخلوق فالخالق أحق بتنزيه عنه. وبهذا يتبين أن الناس إذا تفاوتوا في معرفة المخلوقات تفاوتوا في معرفة الله، لأن المخلوقات شواهد ودلائل على ما لله من الأسماء والحسنى وصفة العلوم. يقول المؤلف هذا على طريق كل طائفة واصطلاحها. فهذا يقول كمال المعلول بكمال علة، يعني هؤلاء الفلاسفة، الفلاسفة يسمون المخلوقات معلول ويسمون الخالق علة. يقول كمال المعلول وهو المخلوق من كمال علة وهو خالق، وهذا تسميته الخالق علة هذا باطل، لكن هذا اصطلاحه. فهذا يقول كمال المعلوم من كمال علته، وهذا يقول كمال المصنوع المخلوق من كمال صانعه وخالقه. يعني بعض أهل الكلام يقولون كمال المصنوع المخلوق من كمال صانعه وخالقه، هذا صحيح، وهذا صحيح. نعم. وفي الحديث الذي رواه أحمد في المسند ورواه ابن حبان في صحيحه عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما أصاب عبد هم ولا حزن ما أصاب عبدا هم ولا حزن فقال اللهم إني عبدك ابن أمتك. نعم. ما أصاب عبدا هم ولا حزن. نعم. ما صعب عبدا هم ولا حزن فقال اللهم إني عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك ماض في حكمك، عدل في قضاءك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي، إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرحا. قالوا يا رسول الله ألا نتعلمهن؟ ألا نتعلمها؟ وجلاء جلاء أحسن، جلاء جلاء حزني، جلاء حزني. تسمية المقيم كتابه جلاء الأفهام. نعم. قالوا يا رسول الله ألا نتعلمون؟ قال فلا ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمون، فقد أخبر في هذا الحديث أن لله تعالى أسمع استأثر بها في علم الغيب عنده، وأسماء الله متضمنة لصفاته ليست أسماء أعلى من محضة، بل أسماؤه تعالى كالعليم والقدير والسميع والبصير والرحيم والحكيم ونحو ذلك، كل اسم يدل على معاني صفاته.
كل اسم، كل اسم يدل على معاني صفاته على ما لم يدل عليه الاسم الآخر. طيب. مع اشتراكها كلها في الدلالة على ذاته سبحانه وتعالى. وإذا كان من أسمائه ما اختص هو بمعرفته، ومن أسمائه ما خص به من شاء من عباده، علم أن تفاضل الناس في معرفته أعظم من تفاضلهم في معرفة كل ما يعرفونه. نعم، هذا الحديث وهو قوله صلى الله عليه وسلم الذي رواه الإمام أحمد مسنده ورواه ابن حبان في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما أصاب عبد هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هلك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي، إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله ومكانه فرحا. قالوا: يا رسول الله، ألا نتعلمهن؟ قال: بلى، ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن. هذا الحديث كما ذكر المؤلف رواه الإمام أحمد بن حبان وابن السني في عمل اليوم والليلة من طرق عن ابن مسعود، وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم إن سلم من إرسال عبد الرحمن بن عبد الله عن أبي. وحقق وصح الشيخ أحمد شاكر كما ذكر المحشي والشيخ ناصر الدين الألباني وشعيب الأمناوط، وهو حديث لا بأس به. قال في مجمع الزوائد: رواه أحمد وأبو يعلى والبزار والطبراني ورجال أحمد وأبو يعلى رجال الصحيح غير أبي سلمة الجهني، وقد وثقه ابن حبان، والحديث أيضا له شواهد، وهو حديث صحيح وحديث عظيم فيه التوسل. التوسل فيه أن النبي أرشدنا إلى التوسل، حينما ندعو الله نتوسل، يتوسل الإنسان بأي شيء، يتوسل بما شرع الله به أن يتوسل به، يتوسل الإنسان بأسماء الله، يتوسل بصفاته، يتوسل بالتوحيد، يتوسل بالإيمان، يتوسل بفقره وحاجته وعبوديته لله. هنا توسل بفقر والحاجة: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكم، عدل في قضاء. كانت تتوسل بعبوديتك لله وفقرك وحاجتك إلى الله، هذا وسيلة. كما قال الله تعالى عن عبده ورسوله موسى عليه الصلاة والسلام أنه قال: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، يعني أنا فقير لما أنزلت إلي من خير. فهو توسل بفقره وحاجته، وهنا توسل بعبودية الله، مثل ما جاء في الحديث الذي هو سيد السفر: اللهم أنت ربي وأنا عبدك. توسل بربوبية الله وعبودية العبد لرب، هنا توسل بالعبودية: اللهم إني عبدك ابن أمتك إلى آخر. ثم سأل الله بكل اسم هو له، قال: سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. إذن أسماء الله أربعة أقسام: قسم سمى به نفسه كما في كتابه: العزيز الرحيم الخبير الحي القيوم، أو سماه به نفسه، أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم، قال: أو أنزلته في كتابك، هذا النوع الثاني. سمى به نفسه عام، هذا سمى به نفسه هذا عام في الكتب التي أنزلها أو أخبر بها أو في الصحف أو في غيرها. النوع الثاني الاسم الذي أنزله في كتابه. النوع الثالث الاسم الذي علمه أحد من خلقه. القسم الرابع قسم من الأسماء استأثر به في علم الغيب عنده. إذن هذا يدل على أن أسماء الله كثيرة، وأن أسماء ليست محصورة في عدد، حتى قيل إن لله 1000 اسم، وليس هناك دليل يدل على الحصر. وأما حديث إن لله 99 اسم من أحصاها دخل الجنة، فليس المراد به الحصر، بل المراد أن لله أسماء 99 موصوفة بهذا الوصف، أن من أحصاها دخل الجنة، وله أسماء غير موصوفة بهذا الوصف.
هذا الحديث استدل به المؤلف رحمه الله على تفاوت الناس في أي شيء. تفاوت الناس في العلم والتصديق في معرفتهم بالله. ووجه الدلالة قال المؤلف رحمه الله: فقد أخبر في هذا الحديث أن لله أسماء استأثر بها في علم الغيب عنده، وأسماء الله متضمنة لصفاته، ليست أسماء أعلام محضة. يعني أسماء الله ليست جامدة، بل أسماء الله مشتقة متضمنة للصفات، كل اسم متضمن صفة. الله عرف المعارف يسمى بها مجتمع على صفة الألوهية، الرحمن صفة الرحمة، العليم مجتمع على صفة العلم، الرحيم صفة الرحمة، القدير صفة القدرة، الحكيم صفة الحكمة، الخبير صفة الخبرة، وهكذا. فأسماء الله ليست جامدة، فهي مشتقة متضمنة لمعاني، ليست أسماء أعلام محضة. الأعلام المحضة هي التي لا تدل على المعاني. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وأسماء الله متضمنة للصفات ليست أسماء أعلام محضة، بل أسماءه تعالى كالعليم والقدير والسميع والبصير والرحيم والحكيم ونحو ذلك، كل اسم يدل على ما لم يدل عليه اسم آخر من معاني صفاته. فمثلا السميع يدل على صفة السمع، والبصير صفة البصر، والرحيم صفة الرحمة، والحكيم صفة الحكمة، مع اشتراكها كلها في الدلالة على ذاته. يعني هذه الأسماء العليم والقدير والسميع والبصير كلها تدل على ذات الرب، على ذات واحدة، وهي وكل اسم منها يدل على صفة خاصة. ويقول المؤلف رحمه الله: وإذا كان من أسمائه ما اختص هو بمعرفته، ومن أسمائه ما خص به من شامل عباده، علم أن تفاضل الناس في معرفته أعظم من تفاضلهم في معرفة كل ما يعرفون. يعني هذا الحديث استدل به المؤلف على تفاضل الناس في معرفة الله. وجه ذلك أن بعض العباد اختصه الله بمعرفة شيء من أسمائه، وبعض الناس لم يعرف هذه الأسماء. فالذي يعرف هذه الأسماء الذي خصه الله بها عرف الله أكثر من غيره، وكذلك ما اختصه هو بمعرفته. إذا كان من أسماء ما اختصه هو بمعرفته، معناه أن هناك أسماء لا يعرفها العباد، يكون عندهم نقص. فلو عرفوا هذه الأسماء لصار عندهم كمال في المعرفة أكثر. وبهذا يتبين أن الناس يتفاضلوا في معرفة الله وفي الإيمان به والتصديق به، وبه الرد على المرجئة الذين يقولون إن الناس لا يتفاضلون في الإيمان والعلم والتصديق، ويقولون إيمان الناس سواء وتصديقهم سواء. هذا من أفضل الباطل. نعم. وبهذا يتبين لك أن من زعم من أهل الكلام والنظر أنهم عرفوا الله تعالى حق معرفته بحيث لم يبق له صفة إلا عرفه، بحيث لم يبق له صفة إلا عرفوها، وأن ما لم يعرفوه ولم يقم لهم دليل على ثبوته كان معدوما، منتفيا في نفس الأمر. قوم غالطون مخطئون مبتدعون ضالون، وحجتهم في ذلك داحضة، فإن عدم الدليل لا يستلزم عدم المدلول عليه. نعم. النسخة الثانية: فإن عدم الخطأ والظن، أو سيأتي هذا. وعدم العلم ليس علما بالعدم، فليس عدم العلم القطعي أو الظني على الشيء دليلا على انتفائه، إلا أن يعلم أن ثبوته مستلزم لذلك الدليل، مثل أن يكون الشيء لو وجد لتوفرت الهمم والدواعي على نقله، فيكون هذا لازما لثبوته، فيستدل بانتفاء اللازم على انتفاء الملزوم. كما يعلم أنه لو كان بين الشام والحجاز مدينة عظيمة مثل بغداد ومصر، لكان الناس ينقلون خبرا، فإذا نقل ذلك واحد واثنان وثلاثة علم كذبهم. وكما يعلم أنه لو ادعى النبوة أحد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مثل مسيلمة الكذاب والعنس وطليحة وسجاح لنقل الناس خبره، كما نقلوا أخبار هؤلاء. نعم. المؤلف رحمه الله يبين أن زعم
أهل الكلام وأهل النظر أنهم عرفوا الله حق معرفته باطل هذا. لماذا؟ لأن هناك أسماء اختص الله بها بعض خلقه، وهناك أسماء لله أخفاها عن خلقه استأثر بها في علم الغيب عنده. فمن أين لهؤلاء أن يدعوا أنهم عرفوا الله حق معرفته وقد فاتهم شيء من أسماء الله وصفاته لم يعلموها قد فاتهم شيء من أسماء الله لم يعلموها؟ ولهذا يقول المؤلف رحمه الله: وبهذا يتبين لك أن من زعم من الكلام والنظر أنهم عرفوا الله حق معرفته بحيث لم يبق له صفة إلا عرفوها أن هذا كذب. نقول لهم: بقي أسماء وصفات لله ما عرفوها. ما الدليل؟ الدليل الحديث الذي سبق، أو علمت واحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فهذا يدل على أن هناك صفات فاتت على هؤلاء وأسماء فاتت الله، وكل اسم مجتمع على صفة كما سبق. كل اسم لله مجتمع على صفة، ليست أسماء الله جامدة بل هي مشتقة. فزعم بعض أهل الكلام والنظر أنهم عرفوا الله حق معرفته بحيث لم يبق له صفة إلا عرفوها، وأن ما لم يعرفوه ولم يقل لهم دليل على ثبوته كان معدوما في منتفي نفس الأمر، هذا خطأ، وهؤلاء مبتدعون ضالون. وجه تخطيطهم ودليلهم الحديث في سبق حديث ابن مسعود أخبر أن هناك أسماء لله استأثر به علم الغيب عنده، هناك أسماء علمها أحدا من خلقه ولم يعلموها. فنقول: فاتكم شيء من الأسماء والصفات لم تعرفوها، فقولكم إنهم عرفوا الله حق معرفة كذب. يقول المؤلف: وحجتهم في ذلك داحضة، فإن عدم الدليل القطعي وظني ليس دليل على انتفاعه إلا أن يعلم أن ثبوته مستلزم لذلك الدليل. يعني كونكم لا تعلمون أسماء وصفات الله غير ما علمتم لا يدل عليها منتفي، فكونكم عرفتم الأسماء والصفات الآن اللي وجدت في الكتاب والسنة مثلا لا يدل على أنكم عرفتم جميع الأسماء والصفات. ولا تستطيعون أن تنفوا ذلك وتقولوا: ليس هناك صفة إلا عرفناها، وليس هناك اسم إلا عرفناها. نقول: هذا باطل، لأن عدم الدليل ليس دليل على انتفاعه إلا أن يعلم أن ثبوته مستلزم لذلك الدليل. فكونكم لا تعلمون ليس دليل على أن على كونكم لا تعلمون لله أسماء وصفات غير ما علمتم ليس دليلا على أنه ليس هناك لله أسماء وصفات غيره، إلا في حالة واحدة، وهو أن يعلم أن ثبوته مستلزم لذلك الدليل. مثل أن يكون الشيء لو وجد توفرت الهمم والدواء على نقله فيكون لازما لثبوته، فيستدل بانتفاء اللازم على انتفاء المزوم. ومثل المؤلف رحمه الله لهذا أمثلة الشيء، يعني عدم وجود الشيء أو عدم الدليل على الشيء ليس دليل على انتفاء إلا إذا كان ذلك مستلزما لذلك الدليل. مثال ذلك أن يكون الشيء الواحد لو وجد لتوفرت الهمم والدواء على عقله، فيستدل بانتفاء اللازم وهو عدم توفر الهمم على نقله على انتفاء الملزوم وهو نفي هذا الشيء. مثل المؤلف لهذا أمثلة متعددة. المثال الأول: لو قال قائل: بين الشام والحجاز مدينة عظيمة مثل بغداد ومصر، نقول هذا ليس بالصحيح، ننفي. فإذا قال واحد: كونك لا تعلم أن هناك مدينة بين الشام والحجاز لا يجب أن تكون موجودة، نقول: لا، نعم، عندنا دليل. الدليل أنه لو كانت موجودة لنقل الناس خبرها. نقول هذا ليس بالصحيح، ننفي. فإذا قال واحد: كونك لا تعلم أن هناك مدينة بين الشام والحجاز لا يجب أن تكون موجودة، نقول: لا، نعم، عندنا دليل. الدليل أنه لو كانت موجودة لنقل الناس خبرها، فلما لم يقل الناس خبرها دل على أنه ليست موجودة، ليس هناك مدينة موجودة بين الشام والحجاز. فانتفاء هذا اللازم وهو عدم النقل دليل على انتفاء المزوم وهو عدم وجود المدينة. المثال الثاني:
لو قال قائل أنتم تقول ادعى النبوة على عهد النبي مسيلمة والعنسي وطليحة والسجاح أربعة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، مسيلمة الكذاب في بني حنيفة في نجد هنا، والعنسي في اليمن، وطليحة والسجاح كذلك. فإذا قال قائل يمكن ادعى النبوة أربعة آخرين غير هؤلاء، فنقول لهم لو نقل لو كان ادعى النبوة غير هؤلاء الأربعة لنقل، فالدواعي متوفرة لنقل ذلك. فلما لم ينقل والدواعي متوفرة دل على عدم وجود من ادعى النبوة غير هؤلاء الأربعة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، سيذكر المؤلف أيضا في الأرض. نعم. ولو عارض القرآن معارض أي بما يظن الناس أنه مثل القرآن لنقل كما نقل قرآن مسيلمة الكذاب، وكما نقل الفصول والغايات لأبي العلاء المعري، وكما نقلوا غير ذلك من أقوال المعارضين له بخرافات لا يظن عاقل أنها مثله، فكان النقل لما يظهر فيه المشابهة والمماثلة أقوى في العادة والطباع في ذلك أرغب، سواء كانوا محبين أو مبغضين. هذا أمر جبل عليه بنو آدم، كما يعلم أن علي بن أبي طالب. نعم، يقول المؤلف رحمه الله كذلك لو عرض القرآن معارض أتى بما يظن أنه مثل القرآن لنقل. فإذا قال قائل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم عرض القرآن مسيلمة، نقل عن مسيلمة أنه عرض القرآن، لما قيل له أنه نزل على النبي صلى الله عليه وسلم سورة العصر إن الإنسان لفي خسر، قال وأنا نزل علي مثلها، يا وبر يا وبر لك أذنان وصدر إلى آخره، فعرض القرآن مسيلمة، هذا معروف مشهور. فلو قال قائل إن هناك شخص آخر عرض القرآن مثل مسيلمة، فإذا قلت لا ما عرضه، ما في إلا مسيلمة، قال كونك لا تعلم لا يدل على أنه لا لم يعرض، نقول لا عندنا دليل، وهو أن اللازم أنه يلزم من ذلك النقل، توفر الهمم والدواعي لنقله. فإذا انتفى هذا اللازم وهو النقل دل على انتفاء الملزوم، وهو أنه لم يعرض القرآن أحد غير مسيلمة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال مؤلفه ولو عرض القرآن معارض أتى بما يظن الناس أنه مثل القرآن لنقل كما نقل قرآن مسيلمة الكذاب، وكما نقل الفصول الغايات لأبي العلاء المعارضي، وكما نقل أغواء غير ذلك من أقوال المعارضين، ولو بخرافات لا يظن العاقل أنه مثله، فكان النقل لما تظهر فيه المشابهة والمماثلة أقوى في العادة والطباع في ذلك وأرغب. يعني لو نقل لو أن أحدا عارض القرآن مثل ما عارض مسيلمة لكان النقل أظهر وأقوى. لماذا؟ لأن النقل الذي تظهر فيه المشابهة والمماثلة أقوى في العادة والطباع وأرغب، سواء كانوا محبين أو مبغضين. هذا أمر جبل عليه بنو آدم. نعم، هذا أمر جبل عليه بنو آدم، كما يعلم أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه لو طلب الخلافة على عهد أبي بكر وعمر وعثمان رضوان الله عليهم وقاتل عليها لنقل ذلك، لنقل الناس ذلك كما نقلوا ما جرى بعد هؤلاء. وكما يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لو أمره أن يصلي بالناس صلاتهم لنقلوا ذلك كما نقلوا أمره أبي بكر رضي الله عنه وصلاته بالناس. وكما يعلم أنه لو عهد له بالخلافة لنقلوا ذلك كما نقلوا ما هو دونه، بل كما يعلم أنه لم يكن ليجتمعه أصحابه على استماع دف أو كف أو كف ولا على رأس وزفن وزمر. نعم، وزمر وزمر. نعم، الله أعلم. ولا على رأس وزمر، بل كما أنه لم يكن بعد الصلوات يجتمع هو وهم على دعاء ورفع أيدي ونحو ذلك، إذ لو فعل ذلك لنقلوه. بل كما يعلم أنه لم يصلي في السفر الظهر والعصر والعشاء أربعا،
وأنه لو صلى في السفر أربعا بعض الأوقات لنقل الناس ذلك كما نقلوا جمعه بين الصلاتين بعض الأوقات، بل كما يعلم أنه لم يكن يصلي المكتوبات وحده، بل إنما كان يصليهن في الجماعة، بل كما يعلم أنه لم يكن هو أصحابه رضوان الله عليهم يحملون التراب في السفر للتيمم، ولا يصلون كل ليلة على من يموت من المسلمين، ولا ينوون الاعتكاف كلما دخلوا مسجدا للصلاة، بل كما يعلم أنه لم يصل على غائب غير النجاشي، بل كما يعلم أنه لو كان دائما يقنط في الفجر وغيرها بقنوت مسنون يجهر به لنقل الناس ذلك كما نقلوا قنوته العارض الذي دعا فيه لقوم وعلى قوم، وكان نقلهم لذلك أوكد. وكما يعلم أنه لما صلى الله عليه وسلم بالناس بعرفة ومزدلفة قصرا وجماعة، ولو أمر أحدا خلفه أن يتم صلاته أو أن لا يجمع معه لنقل الناس ذلك كما نقلوا ما دون ذلك. وكما يعلم أنه لم يأمر صلى الله عليه وسلم الحيض في زمانه المبتدئات بالحيض أن يغتسلن عند انقضاء يوم وليلة، وأنه صلى الله عليه وسلم لم يأمر أصحابه رضوان الله عليهم أن يغسلوا ما يصيب أبدانهم وثيابهم من المني، وأنه لم يوقف للناس لفظا معينا لا في نكاح ولا بيع ولا إجارة ولا غير ذلك. ولما حج صلى الله عليه وسلم حجة الوداع لم يعتمر عقيب الحج الله عنك. وأنه لما فاض من منى إلى مكة يوم النحر ما طاف وسعى أولا ثم طاف ثانيا إلى غير ذلك مما يطول ذكره. ومن تتبع كتب الصحيحين ونحوها من الكتب المعتمدة ووقف على أقوال الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين والتابعين رحمهم الله ومن قفى منهاجهم من الأئمة المرضيين قديما وحديثا، علم صحة ما أوردناه في هذا الباب. نعم، المؤلف رحمه الله سرد أمثلة في هذا يبين فيها أن ما تتوفر الهمم والدواعي لنقله ولم ينقل فإن عدم النقل يكون دليل على عدم وجوده، وذلك أن اللازم وأن مزوم ينتفي بانتفاء اللازم، فعندنا لازم وعندنا مزوم. اللازم المزوم مثلا علي أن يقال مثلا علي بن أبي طالب طلب الخلافة في عهد أبي بكر، هذا مزوم. واللازم النقل لأن هذا من التوفر الهمم إلى نقله. فلما لم يوجد اللازم وهو أنه لم ينقل أن عليا طلب الخلافة دل على عدم وجود المزوم وهو طلب الخلافة. والمؤلف رحمه الله استطرد ليبين بهذا، يبين أن الإيمان الذي في القلب يزيد وينقص ويتفاوت الناس فيه، وأن قول بعض أهل البدع إنهم عرفوا جميع أسماء الله وصفاته وأنه لم يبقى صفة إلا عرفوها، وأن الذي لم يعرفوه لم يقم عليه دليل، يقول هذا باطل. يعني كونكم الآن تدعون أنكم عرفتم جميع أسماء الله وصفاته هذا باطل، يبطله الحديث. أن هناك أسماء ما عرفتمها استأثر الله بها في علم الغيب عنده، وهناك أسماء اختص بها أحد من خلقه فاتت عليكم، وإذا فاتت عليكم شيء من العلم بالله، وإذا فاتتم من العلم بالله نقص علمكم وتفسيره. ثم استطرد ذكر الأمثلة وقال إن هذا إن قولكم الآن إنه لا موقصين إلا عرفتموها، كونكم تنفون هذا
ليس بصحيح، لأن عدم الدليل ليس دليل على انتفاعه إلا في حالة واحدة، وهما إذا كانت تتوفر الهمم لنقله فإنه إذا انتفى اللازم انتفى المجزوم. ثم سرد الأمثلة، قال مثل هذا، مثال ذلك لو كان بين الشام والحجاز مدينة مثل بغداد ومصر لكان الناس ينقلون خبرها، فإذا لم يقل خبرها هذا لازم دل على انتفاء المجزوم وهو عدم وجود المدينة. وكذلك لو ادعى النبوة أحد غير الثلاثة مسيلمة والعنسي والطلحة والأربعة لنقل الناس، فلما لم يقل الناس دل على أنه يرجع النبوة هؤلاء الأربعة. ثم استدرج ذلك الأمثلة وقال علي بن أبي طالب لو إذا ادعت الرافضة أنه طلب الخلافة في عهد أبي بكر يقول هذا باطل. لماذا؟ لأنه يلزم من ذلك النقل، توفر الهمم والدواعي نقل، ولما لم ينقل دل على بطلان ذلك وأنه لم يطلب الخلافة. كذلك أيضا لو ادعى مدعي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عليا أن يصلي بالناس في حياته لم نقل، فلما لم ينقل دل على بطلان ذلك، لأن هذا مما تتوفر الهمم لنقله. كذلك أيضا لو ادعى مدعي أن النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة يجتمعون على استماع دف أو كف تصفيق باليد أو على رقص أو جمر يقول هذا باطل. لماذا؟ لأنه لم ينقل. فإذا قال قائل كونه لم ينقل لا يدل على الوقوع، نقول لا، هذا مما تتوفر الهمم لنقله، وإذا انتفى اللازم انتفى المزوم، يلزم من وقوع ذلك أن ينقل، فلما لم ينقل دل على بطلان المزوم معناه لم يقع. كذلك أيضا لو قال قائل إن النبي صلى الله عليه وسلم يجتمع بعد الصلوات مع الصحابة ويدعون ويرفعون أيديهم يقول هذا باطل. لماذا؟ لأنه لم ينقل، وهذا ما تتوفر الهمم لنقله، فلما لم ينقل دل على عدم وقوعه. كذلك أيضا لو قال قائل إنه يصلي السفر الظهر أربع والعصر أربع والعشاء أربع يقول هذا باطل. لماذا؟ لأنه لم ينقل، وهذا ما تتوفر الهمم لنقله، وإذا انتفى اللازم انتفى اللزوم. كذلك لو ادعى مدعي أنه صلى في السفر أربع بعض الأوقات كذلك نقل. كذلك أيضا من الأمثلة أنه لم يكن يصلي المكتوبات وحده، فإذا قال يمكن يصلي بعض الأحيان وحده نقول هذا لم ينقل، وهذا ما تتوفر الهمم لنقله فهو لازم، وإذا انتفى اللازم انتفى اللزوم. كذلك أيضا لو قال قائل إن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يحملون التراب في السفر للتيمم فيقول هذا لا، هذا باطل لأنه لم ينقل. فإذا قال كونه لم ينقل لا يدل على عدم وقوعه، نقول لا، هذا ما تتوفر الهمم لنقله فهذا لازم، وإذا انتفى اللازم انتفى اللزوم، فدل على أنه لا يحمل التراب في سفره بل يتم على ما تصاعد على وجه الأرض. كذلك أيضا لو قال قائل أن النبي كان يصلي كل ليلة على من يموت من المسلمين في مكة وفي القرى وفي البوادي يقول هذا ليس بصحيح. لماذا؟ لأنه لم ينقل، وهذا مما تتوفر الهمم لنقله، وإذا انتفى اللازم انتفى اللزوم. لم يصلي إلا على النجاشي، ما بقي أنه صلى على غائب النجاشي. كذلك أيضا لو قال قائل أن الصحابة كانوا إذا دخلوا المسجد نوى الاعتكاف كلما دخل المسجد، فإذا دخل يصلي الظهر نوى الاعتكاف مدة صلاة الظهر، وإذا دخل العصر نوى، نقول هذا بعض لأنه لم ينقل. فإذا قال قائل كونه لم ينقل لا يدل على عدم وقوعه، نقول لا، هذا مما تتوفر الهمم لنقله هذا لازم، وإذا انتفى اللازم انتفى اللزوم. وهذه المسألة فيها خلاف، لكن المؤلف اختار الأرجح، ولا بعض العلماء يقول لا بأس أن تنوي الاعتكاف ساعة أو ساعتين. فإذا جئت مثلا الدرس الآن قبل المغرب تنوي الجلوس إلى العشاء تنوي الاعتكاف ساعة أو ساعتين كما ذهب إلى هذا النووي وجماعة. وأما الجمهور فيرون أن الاعتكاف أقله يوم، يقول لا اعتكاف إلا بصوم، والصوم أقله يوم، والصواب أنه لا يشترط الصوم. الدليل على ذلك أن ما ثبت في الحديث الصحيح أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال يا رسول الله إني نويت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام في الجاهلية، قال أوف بنذري، والليلة ما فيها صيام، دل أنه لا يشترط الصيام ولا يشترط أن يكون يوم. وكذلك أيضا لو قال قائل أن النبي يقنط في الفجر في قنوت مسنون يجهر به غير قنوت النافذة نقول هذا باطل. فإذا قال قائل عدم الدليل لا يدل على
انتفاعه. نقول لا، هذا مما توفر الهمم لنقله، فلما لم ينقل دل على عدم ثبوته، لأن الانتفاع اللازم يدل على انتفاع الملزوم. وكذلك أيضا لو قال قائل أنه أن النبي أتم الصلاة في عرفة ومزدلفة في الحج، نقول هذا ليس بصحيح، لو أتم لنقل، فإذا انتفى اللازم انتفى الملزوم. كذلك أيضا لو قال قائل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر الحيض في زمانه المبتدئات أن تغتسل عند انقضاء يوم وليلة، فيقول هذا لم ينقل. المؤلف رحمه الله قصد بذلك يضعف ما ذهب إليه بعض الفقهاء كالحنابلة وغيرهم من أن المبتدأة إذا جاء الحيض في أول ابتدائها تجلس يوم وليلة ثم تغتسل وتصلي ولو كان الدم معها يمشي، وفي اليوم الشهر الثاني كذلك تغتسل، وفي اليوم الشهر الثالث كذلك، فإذا تكرر ثلاث مرات صار عادة. يقول هذا ما عليه دليل، الحنابلة قرروا هذا، قالوا إن المبتدع كذا. يقول المؤلف رحمه الله هذا ما عليه دليل، لأنه لو نقل لو فعل لو كانت الحيض تفعل هذا عند النبي صلى الله عليه وسلم لنقل، لهذا لأن هذا مما تتوفر الهمم إذا نقله، دل على عدم وقوعه، وأنها المبتدعة كغيرها إذا كان الدم طالع في الحيض فإنها تجلس ولو زاد عليها يوم وليلة، إلا إذا أطلق الدم عليها وصار استحاضة زاد عن نصف الشهر، وإلا فإنها تجلس يوم يومين ثلاثة عشرة إلى النصف. كذلك أيضا لو قال قائل إن المني نجس وأن الصحابة يغسلون ما يسوى أبدانهم وثيابهم من المني، وهذا غير صحيح، لأن لو نقل لو كان هذا موجودا لنقل، وإذا انتفى اللازم انتفى اللزوم. كذلك أيضا القول بأنه للنكاح لفظ معين، يقول زوجتك أنكحتك، يقول هذا ليس هناك لفظ معين، كل ما يؤدي المعنى يحصل، لأنه لو كان هناك لفظ معين لنقل، ولما لم ينقل دل على أنه ولما لم ينقل دل على عدم وقوعه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوقف لفظ معين لا في النكاح ولا في البيع ولا في الإجارة. فيقول مثلا زوجتك أنكحتك بنتي أعطيتك، كل ما يعدل معنا. وكذلك البيع، بعتك أعطيتك مثلا اشتريت، يقول المشتري أخذ، وهكذا. كذلك أيضا لو قال قائل إن النبي كان اعتمر عقب حجة الوداع، يقول هذا ليس بصحيح، لأنه لم ينقل، ولو نقل وهذا مما تتوفر هما إلى نقله، فدل على أنه لم يعتمر عقب الحج. كذلك أيضا يقول لما أفاض النبي من منى إلى مكة، يعني طاف طواف الإفاضة والنحر، ما طاف وسعى أولا، يعني ما طاف القدوم وسعى أولا ثم طاف ثانيا، لأنه لو نقل لو فعله لا نقل، لأن بعض العلماء يقول في طواف الإفاضة يطوف أول للقدوم سبعة أشواط ثم يطوف الإفاضة، يقول هذا لم ينقل، الصواب يطوف الإفاضة فقط ويكفي عن طواف القدوم. ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لنقل، ولما لم ينقل دل على عدم وقوعه، إلى غير ذلك من الأمثلة. نعم. والمقصود هنا أن المدلول إذا كان وجوده مستلزما لوجود دليله كان انتفاء دليله دليلا على انتفائه، أما إذا أمكن وجوده وأمكن ألا نعلم نحن دليل ثبوته لم يكن عدم علمنا بدليل وجوده دليلا على عدمه. فأسماء الله تبارك وتعالى وصفاته إذا لم يكن عندنا ما يدلنا عليها لم يكن ذلك مستلزما لانتفائها، إذ ليس في الشرع ولا في العقل ما يدل على أن لا بد أن نعلم كل ما هو ثابت له تعالى من الأسماء والصفات، بل قد قال أفضل الخلق وأعلمهم بالله عز وجل في الحديث الصحيح لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، وفي الحديث الصحيح حديث الشفاعة قوله صلى الله عليه وسلم
فأخر ساجدا فأحمد ربي بمحامد يفتحها علي لا أحصي الآن. نعم. المؤلف رحمه الله. أحب أن أنبه، أنا أرى عدد كبير انصرفوا لما سمعوا الأذان، وهذا لا يجوز، لا يجوز أن ينصرف بعد الأذان، هذه معصية للرسول. ثبت في الحديث أن أبا هريرة رضي الله عنه رأى رجلا خرج بعد الأذان فقال أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، إلا من ضرورة إنسان يتوضأ، أما أن يذهب إلى مكان آخر ويصلي المسجد آخر ما يجوز، فإلا إذا كان مؤذن في المسجد آخر أو إمام. انصرف عدد كبير أنا رأيته لما سمعوا الأذان قاموا، كل هؤلاء لهم كلهم يتوضأوا. تعالوا ننبه إن شاء الله غدا إن شاء الله قبل أن ينصرف. المؤلف رحمه الله يبين الخلاصة في هذا، يقول المقصود هنا أن المدلول إذا كان وجوده مستلزما لوجود دليله كان انتفاء دليله دليل على انتفاءه. المدلول مثل ما سبق من الأمثلة، مثلا لو ادعى شخص مثل ما سبق أنه ادعى النبوة أحد على عهد النبي غير مسيلمة والعنسي وطلحة وسجاح، نقول هذا الوجود مستلزم لوجود دليل. ما هو الدليل؟ الدليل النقل، لا بد أن ينقل، فلما لم ينقل لين انتفى الدليل دل على انتفاء المدلول. هذا ما قال المؤلف، والمقصود أن المدلول إذا كان وجوده مستلزما لوجود دليله كان انتفاء دليله دليل على انتفاء. انتفاء الدليل وهو عدم النقل، أن هناك ادعى النبوة غير الأربعة، هذا دليل، وهذا الدليل يستلزم انتفاء المدلول، وهو حصول ادعاء النبوة من غير هؤلاء الأربعة. يقول أما إذا أمكن وجوده وأمكن ألا نعلم نحن دليل ثبوته لم يكن عدم علمنا دليل بدليل وجوده دليل على عدمه. إذا أمكن أن يوجد هذا الشيء وأمكن أن لا نعلم نحن دليل ثبوته، فكنا لا نعلم بهذا الشيء ليس دليل على، فعدم علمنا بدليل وجوده ليس دليل على العدم، فقد يوجد ونحن لا نعلم لأننا لا نعلم دليل ثبوته. مثال ذلك قال المؤلف أسماء الله وصفاته إذا لم يكن عندنا ما يدلنا عليها لم يكن ذلك مستلزما لانتفائها. فأسماء الله وصفاته مثلا منها ما علمناه ومنها ما لم نعلم، فإذا لم يكن عندنا ما يدلنا عليها على أن، فإذا لم يكن هناك دليل، لم يكن عندنا دليل ما يدلنا عليها لم يكن هذا مستلزما لانتفائها. إذ ليس في الشرع ولا في العقل ما يدل على أن لا بد أن نعلم كل ما هو ثابت لله تعالى من الأسماء والصفات، كما سبق أن هناك أسماء استأثر الله بها في علم الغيب عنده، هناك أسماء علم أحد الخلق، ولهذا قال من يقول قال أفضل الخلق وأعلمهم بالله في الحديث الصحيح لا أحصي ثناء عليك أنت كما تفعل. وفي الحديث الصحيح يقول لك في حديث الشفاعة فأخر ساجدا فأحمد ربي بمحامد يفتحها علي لا أحصي الآن، العالم لا يحصيها في ذلك الدنيا يحصيها في ذلك الموقف. في الحديث الأول رواه الإمام مسلم وغيره، الثاني رواه الشيخان. نعم. فإذا كان أعلم الخلق بالله تعالى لا يحصي ثناء عليه ولا يعرف الآن محامده التي يحمده بها عند السجود للشفاعة، فكيف يكون غيره عارفا بجميع محامد الله والثناء عليه وكل ما له من الأسماء الحسنى فإنه داخل في محامده وفيما يثنى عليه. وإذا كان كذلك فمن كان بما لم وإذا كان كذلك فمن كان بما له من الأسماء والصفات أعلم وأعرف كان بالله أعلم وأعرف أعلم كان بالله أعلم وأعرف كان بالله أعلم وأعرف فمن كان بأسماء النبي صلى الله عليه وسلم وصفاته أعلم كان بالنبي صلى الله عليه وسلم أعلم، فليس من علم أنه نبي كمن علم أنه رسول، ولا من علم أنه رسول كمن يعلم أنه خاتم الرسل،
ولا من علم أنه خاتم الرسل كمن علم أنه سيد ولد آدم، ولا من علم ذلك كمن علم ما خصه الله به من الشفاعة والحوض والمقام المحمود والملة وغير ذلك. الوسيلة يقول في مطبوع الملة لعله والوسيلة. نعم بعد الملة لا بدل الملة الوسيلة في المطبوع يقول نعم. والمقام المحمود والملة وغير ذلك من فضائله. الوسيلة بدل الملة والوسيلة. نعم والمقام المحمود والوسيلة وغير ذلك من فضائله صلى الله عليه وسلم. وليس كل من جهل شيئا من خصائصه يكون كافرا، بل كثير من المؤمنين لم يسمع بكثير من فضائله وخصائصه. فكذلك ليس كل من جهل بعض أسماء الله وصفاته يكون كافرا، إذ كثير من المؤمنين لم يسمع كثيرا مما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم وأخبر به عنه. فهذه الوجوه ونحوها مما تبين تفاضل الإيمان الذي في القلب، وأما تفاضلهم في الأقوال والأعمال الظاهرة فلا يشتبه على أحد والله أعلم. نعم المؤلف رحمه الله بين تفاضل الناس، قال فإذا كان أفضل الخلق لا يحصي ثناء عليه، يعني في قوله لا يحصي ثناء عليه، ولا يعرف الآن محامده التي يحمدها بها عند السجود للشفاعة، فكيف يكون غيره عارفا بجميع محمد الله والثناء عليه؟ الله تعالى يحمد ويثنى عليه بأي شيء بما تبي على نفسه، والله تعالى على نفسه بأسمائه وصفاته. وإذا كان الرسول أفضل الخلق يقول لا أحصي ثناء عليك، لا يحصي ثناء عليك، فكيف أحد يقول إنه يحصي الثناء على الله؟ وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتح عليه في وقت الشفاعة إذا سجد يفتح الله عليه من حامد لا يحصيها الآن، فكيف يكون غيره عارفا بجميع محمد الله والثناء عليه؟ هذا في الرد على هؤلاء الذين يقولون إن نعلم أسماء الله وصفاته، أهل البدع الذي سبق يقولون إنه لم يقال لله صفة إلا عرفناها، وأن ما لم يعرف ولم يقل عليه دليل كان منتجف نفس الأمر، هذا باطل. الرسول عليه الصلاة والسلام أعرف الخلق بالله ومع ذلك يقول لا أحصي ثناء عليك، فكيف تحصي ثناء على الله؟ والرسول صلى الله عليه وسلم يفتح عليه المحامد يحمدها عندما يصل يوم القيامة لا يحصنها الآن، فكيف تقول إني أنا أعرف محمد الله ولا أعرف صفة ولا هناك صفة لله إلا عرفتها؟ ويقول والمؤلف رحمه الله يقول كل ما لله من الأسماء الحسنى داخل في محامده وفيما يثنى عليه به، وإذا كان كذلك فنقول فمن كان بالله بما له من الأسماء والصفات أعلم وأعرف كان بالله أعلم وأعرف، وأعرف الناس بالله وأعلمهم الرسل عليه الصلاة والسلام. بل يقول المؤلف بل من كان بأسماء النبي صلى الله عليه وسلم وصفاته أعلم كان بالنبي أعلم، يعني هذا ليس خاصا بالله، من كان بالله بما لله من أسماء وصفاته أعلم كان به أعلم وأعرف، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم، من كان بأسماء النبي صلى الله عليه وسلم وصفاته أعلم كان بالنبي أعلم. ومثل بقال فليس من علم أنه نبي كمن علم أنه رسول، فرق بين يعني النبوة دون الرسالة، فالذي يعلم أنه نبي ولا يعلم أنه رسول نقص علمه ناقص، والذي يعلم أنه رسول أكبر، وكذلك الذي يعلم أنه رسول ولا يعلم أنه خاتم الرسل علمه ناقص، وكذلك الذي يعلم أنه خاتم الرسل ولا يعلم أنه سيد ولد آدم ناقص، والثاني أكبر منه. وكذلك من علم ما خص الله به من الشفاعة والحوض والمقام والوسيلة أكمل ممن لم يعرف ذلك. يقول مالك وليس كل من جهل شيئا من خصائصه يكون كافرا، لا ما يكون كافر، لكن عنده نقص، يكون عنده نقص الناس يتفاوتون، فمن جهل شيئا من خصائص الرسول لا يكون كافر، لأن كثير من المؤمنين لم يسمعوا بكثير من فضائله وخصائصه، يقول كثير من المؤمنين لا يعلمون فضائله وخصائصه يدل على أن عنده نقص لكن لا يدل على الكفر. كذلك أسماء الله وصفاته من جهل شيئا منها لا يكون كافرا، ولهذا قال المؤلف فكذلك ليس كل من جهل بعض أسماء الله وصفاته يكون كافرا، إذ كثير من المؤمنين لم يسمع كثيرا مما وصفه به رسوله وأخبر عنه، لكن الناس في ذي العالم يتفاوتون في معرفة الله ومعرفة الرسول صلى الله عليه وسلم وتفاوتوا في العلم والإيمان والتصديق. قال المؤلف رحمه الله هذه الوجوه التي بينها ونحوها مما تبين تفاضل الإيمان في القلب، تفاضل الإيمان في القلب يتفاضل
حسب تفاضل معرفة الناس في أسماء الله وصفاته. قال وأما تفاضله في الأقوال والأعمال الظاهر فلا تشتبه على أحد، يعني كل أحد يعرف هذا. الناس يتفاضلون في القول، يتفاضلون في حفظ القرآن، يتفاضلون في الدعوة إلى الله، يتفاضلون في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يتفاضلون في البلاغة والفصاحة، يتفاضلون في الأعمال. أعمال الناس ليست سواء في محافظتهم على الصلاة الخمس، في صلاة الليل، في صلاة الضحى، في الصيام يتفاضلون، في صيام رمضان، في صيام التطوع، وكذلك في الصدقات، وكذلك في الحج وحج النفل، يتفاضل الناس فيها. هذا لا يشتبع على أحد، هذا معروف لكل أحد. يا سلام. نقف على وفق الله جميعا، وصلى الله على محمد وعلى آله.